اهلا وسهلا بكم اعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. سنتطرق اليوم الى الجزء الثاني من مراجعة او تحضيرا لامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022. وجدت لكم وضعية ادماجية تتكلم عن فيروس كورونا. اهتزت دول العالم ودخلت حالة طوارئ قصوى بانتشار فيروس كورونا البالغ في حياة الكثيرين. سنرى فيما يلي محطات من يوميات الناس مع هذا الداء. المحطة الأولى: مصطفى مسؤول الوسائل في إحدى الشركات الإنتاجية الكبرى يوزع دوريا مستلزمات الحماية. هو اللي مسؤول الوسائل وهو يوزع مستلزمات الحماية على مختلف مصالح الشركة. وصلته ذات مرة 450 كمامة، 99 معقم كحولي، و 252 زوجا من القفازات. فقرر أن يوزعها أو قرر توزيعها بالتساوي على أكبر قدر ممكن من المصالح. حب يوزعها على أكبر قدر ممكن من المصالح. السؤال الأول: اقترح طريقة لتوزيع هذه المستلزمات محددا حصة كل مصلحة من قفازات وكمامات ومعقمات. إذا هنايا حبينا نعرفوا أولا كم توجد من مصلحة، ثانيا كل مصلحة شحال رايحة تاخد من معقمات كمامات والقفازات. وجد مصطفى أن كمية المستلزمات غير كافية، يعني هذه المستلزمات اللي شراها ما يشتكفي باش تأمن كامل طلبات الشركة، فطلب زيادة من موزعي الشركة. إذا علمت أن عدد الكمامات الناقصة هو 150 كمامة، وحدد العدد الكلي للمصالح في هذه الشركة. أولاً الجزء الثاني: وتصل الكمامات بعد استيرادها على مرحلتين عبر الموزع الوطني الذي يبيعها بزيادة 25% عن ثمن الاستيراد. يعني الكمامات كيفاش حتى تلحق لهذا المؤسسة، تلحق على مرحلتين. اولا كاين شخص اللي يستوردها من الخارج، وبعد كي يستوردها رايح يزيد فيها نسبة تاع 25%، بعدها يبيعها الى الموزع الولائي. كيبيعها للموزع الولائي، الموزع الولائي كذلك رايح يزيد فيها 12% باش يبيعها للشركات او للمؤسسة اللي رايحة تشري هاد المستلزمات. السؤال الأول: جد ثمن استيراد الكمامة الواحدة إذا علمت أنها تباع لشركة 140 دينار. يعني هي تلحق للشركة 140 دينار، نحوسوا نلقاو شحال هو ثمن تاعها. السؤال الثاني: استنتج نسبة الزيادة الكلية في ثمن الكمامة، يعني شحال زادوا فيها هذه الكمامة كامل من نهار شراها حتى نهار تباعت للشركة. حل المحطة الأولى. إذا السؤال الأول كان حول اقتراح طريقة لتوزيع هذه المستلزمات الطبية، حيث أعطونا عدد الكمامات، عدد القفازات، وعدد المعقمات الكحولية. إحنا باش نعرفوا أول حاجة، إحنا مش حبينا نديرو، حبينا نعرفوا، حبينا نوزعوا، أو هذا مصطفى حب يوزع هذه المستلزمات بالتساوي على أكبر عدد من المصالح في هذه الشركة. اول حاجه لازم نعرفوا شحال من مصلحه رايحه تستفيد بالتوزيع بالتساوي، شحال من مصلحه رايحه تستفيد من هاد المستلزمات. ولذلك نبحث عن القاسم المشترك الاكبر بين الاعداد 450 252 و99. اذا اولا نبدا بحساب البي جي سي دي او القاسم المشترك الاكبر بين العددين 450 و252. البي جي سي دي قلنا انه لدينا طريقتين: اما خوارزميه الطرح، معناها نروحو نديرو دائما الكبير ناقص الصغير، او خوارزميه اقليدس اللي نتعلمو فيها ولا نستعملو فيها القسمه. خوارزميه الطرح حقيقه هي سهله جدا لكنها تاخذ الكثير من الوقت، يعني هي طويله بزاف. لكن خوارزميه اقليدس طريقتها مبسطه ونتائجها سريعه. إذا نديرو 450 نقسموه على 252 كطريقة فقط. يمكنكم استعمال الآلة الحاسبة، وبالآلة الحاسبة واش ديرو؟ تروحوا ديرو 450 قسمة 252، راح يخرج لكم عدد بالفاصلة، مثلا يخرج لكم 1 فاصل. بالتالي هذيك 252 كيفاش نكتب في العبارة ديالي؟ نكتب 450 ماذا يساوي؟ يساوي 252 في 1
زائد الباقي وشنو هو؟ نضرب هذا في هذا من بعد ننقص 450 ناقص 252 رايح يخرج لي 198. نفس الشيء دوكا نروح نقسم 252 قسمة 198 رايحة تعطي لي في الآلة الحاسبة واحد فقط، ناخذ الجزء الصحيح فقط ثم نقوم بالطرح 252 ناقص 198 رايح يقعد لي الباقي هو 54. نزيد نكمل 198 قسمة 54 رايحة نلقى 3، يعني في الجزء الصحيح رايحة نلقى 3. بعدها نضرب 3 في 54 وننقص 198 ناقص النتيجة اللي خرجت لي هنايا رايحة نلقى 36. 54 قسمة 36 يساوي 1 والباقي 18، و 36 قسمة 18 رايح يخرج لنا 2 والباقي 0. إذا القاسم المشترك الأكبر بين العددين هو 18 آخر باقي. نزيد الآن نحسب القاسم المشترك الأكبر بين 18 اللي لقيناه و 99. نفس الطريقة نستعملوها، 99 نقسمها على 18 راح تعطيني 5 والباقي 9، 18 قسمة 9 راح تعطيني 2 والباقي 0. مباشرة القاسم المشترك الأكبر بين 99 و 18 هو 9. إذا هنايا راح نلقينا كم توجد من هذوك المستلزمات اللي شراوهم، شحال رايحين يتوزعوا على كم مصلحة رايحين نوزعوا هذوك المستلزمات، رايحين نوزعوهم على 9 مصالح. إذا القاسم المشترك الأكبر بين الأعداد 450 252 و 99 هي 9. إذا عدد المصالح المستفيدة هو 9 مصالح. ثم حبينا نعرفوا ما هو عدد كل المستلزمات المخصص لكل مصلحة، مثلا المصلحة يعني كل مصلحة شحال دات الكمامات، شحال دات المعقم، وشحال دات القفازات. أولا كان عندنا عدد الكمامات هو 450 نقسموه على 9 مصالح رايح يخرج لي 50، إذا كل مصلحة خدات 50 كمامة. كذلك المعقمات المخصصة لكل مصلحة، كان عندي 99 معقم نقسمه على 9 مصالح رايح يعطينا 11 معقم، يعني كل مصلحة رايحة تأخذ 11 معقم. عدد أزواج القفازات المخصصة لكل مصلحة هو 28، لماذا؟ لأنه 252 كان عندهم 252 زوج من القفازات، نقسموه على 9 مصالح رايح يخرج لي 28 زوج من القفازات. إذا علمت أن عدد الكمامات الناقصة هو 150 كمامة، يعني نقصوا راهم ناقصين 150 كمامة باش نكملوا نوزعوهم على كل المصالح، حدد العدد الكلي للمصالح في هذه الشركة. مباشرة نروحوا نقسموا 150 على 50، يعني كل مصلحة رايحة تدي 50، إذا نقسم 150 العدد تاع الكمامات الناقصين نقسمهم على 50 رايح يعطيني 3. كان عندي 9 مصالح مستفيدة نزيد لهم 3 مصالح اللي رايحين يستفادوا فتصبح 11 مصلحة، عفوا 12 مصلحة. إذا عدد المصالح عدد المصالح في هذه المؤسسة هو 12 مصلحة. الجزء الثاني قلنا هو إيجاد ثمن استيراد الكمامة الواحدة، قلنا أنه الإنسان أو الشخص الأول يستورد الكمامة من بعد يزيد فيها 25% ويبيعها للمستورد الشاري الأول اللي رايح الموزع الولائي يسميوه، هذاك الموزع الولائي يزيد لها 14% باش يبيعها للشركة. احنا حبينا نعرفوا الثمن الأولي تاع الكمامة. أولا نحسب S فتحة ثمن الكمامة قبل الزيادة. إذا سوف نقوم أولا بحساب ثمن الكمامة قبل الزيادة الثانية، يعني كي شراها الشاري الثاني، كي شراها الموزع الولائي قبل ما يزيد لها النسبة ديالو، قبل ما يزيد لها نسبة على ما أظن 14%، شحال كانت تدير الكمامة هادية؟ واش نديرو؟ أولا عندنا هاد الكمامة كان عندها ثمن، هذاك الثمن اللي شراه بها هو اللي نرمزو له ب اس فتحه، هذاك اس فتحه زاد له 14%، زاد له نسبه، هذيك النسبه بعد ما زادها له يعني بعد ما ضربنا هذيك النسبه بعد ما زادها رايحه تعطيني ثمن جديد تاع الكمامه. ثمن جديد تاع الكمامه هو 140 دينار، يعني بعد التعويض ثمن جديد تاع الكمامه هو 140 دينار، 140 دينار عفوا زاد له 12% وليس 14%، اذا يساوي
اس فتحه هو ثمن الكمامه قبل الزياده الثانيه اللي رانا نحوسوا عليه في 1 زائد 12 على 100 يعني نسبه الزياده. نعوض يعني نروحوا نحسبوا 12 على 100 تساوي 0.12، 0.12 زائد 1 تساوي 1.12، إذا 140 يساوي اس واحد أو اس فتحة في 1.12. نحسب مباشرة اس فتحة تساوي 140 على 1.12 وتساوي 125 دينار. معناه الموزع الولائي شراها ب 125 دينار. نفس الطريقة نطبقوها باش نعرفوا المستورد شحال شراها. إذا دائما المستورد شحال زاد لها؟ زاد لها 25%. ما معنى ذلك؟ معناه اس هو اللي نرمزو للسعر تاع الكمامه عند استيرادها يعني الثمن الاول تاع الكمامه، واس فتحه رانا لقيناه قلنا هو 125. اذا واش تولي عندي 125 يساوي ثمن الكمامه الاول في هنايا عندنا 1 زائد 25% اللي هي نسبه الزياده. نسبه الزياده يعني هي اس زائد اس في 25 على 100 وخرجنا اس عامل مشترك وتساوي 125 يساوي اس في 1.25، اس يساوي 125 على 1.25 ويساوي 100. اذا ثمن استيراد الكمامه هو 100 دينار. نقوم الان باستنتاج نسبه الزياده في الكمامه. عندنا زادوا لها الكمامه كانت يعني لحقت للشركه ب 140 دينار وشروها ب 100 دينار، معناها قيمه الزياده هي 40 دينار. معناه 100 دينار نمثلوها ب 100%، 40 دينار نمثلوها ب x، معناه 40 في 100 على 100 تساوي 40%. نسبه الزياده في ثمن الكمامه هو 40%. نمر الآن أعزائي التلاميذ إلى المحطة الثانية من هذه الوضعية. المحطة الثانية هو إلياس مدير مكتب دراسات كلف بمشروع مستشفى استعجالي خاص بالأمراض المعدية. الشكل يمثل صورة من برنامج محاكاة للمشروع X عدد موجب، X عدد موجب سطرنا مليح على هذه العبارة، والقياسات غير حقيقية ووحدة الطول هي الديكامتر. يبنى المشروع على قطعة أرض مستطيلة الشكل، الجزء A B C D هذا الجزء كامل يمثل المستشفى ويتكون من 3 أقسام رئيسية، الجزء الرابع هو حديقة المستشفى. السؤال الأول هو حلل العبارة S حيث S يساوي 49 ناقص 4X زائد 1 الكل مربع. السؤال الثاني عبر بدلالة X عن كل من مساحتي الجزئين 1 و 2. تضع إدارة المستشفى شرطين لمكتب الدراسات قبل الشروع في إنجازه. الشرط الأول أن تكون مساحة الجزء 1 أصغر من ضعف مساحة جزء 2. الشرط الثاني أن تكون مساحة الجزء 4 هي 7 ديكامتر. السؤال الثالث جد قيمة X التي تحقق الشرط الأول ثم جد قيمة X التي تحقق الشرط الثاني. خامسا استنتج قيم X التي تحقق الشرطين معا. إذا تحليل العبارة S كما تكلمنا في الجزء الأول من المراجعة قلنا كي نجو نديرو التحليل نشوفو هل يوجد عامل مشترك أو لا. إذا ما وجدناش العامل المشترك معناها هذه العبارة بصفة عامة تحلل أو هي من الشكل A مربع ناقص B مربع، وهذا ما نلاحظه هنا 49 ما هو إلا 7 مربع ناقص B مربع هي 4X زائد 1 الكل مربع. إذا تصبح 7 مربع ناقص 4X زائد 1 الكل مربع وهي من الشكل A زائد B في A ناقص B. A زائد B معناها 7 زائد 4X زائد 1 و A ناقص B معناها 7 ناقص 4X ناقص 1. ما نساوش الأقواس أعزائي التلاميذ، لازم دايما ما تنساوش الأقواس. كما هنا عندي الناقص إذا نحيت الأقواس معناها هذا الناقص لازم ننشرها داخل العبارة. بعد الحساب نجد 7 ناقص 4X ناقص 1 في 7 زائد 4X زائد 1. 7 زائد 1 يساوي 8 معناها هذه العبارة رايحة تولي 4X زائد 8، وهنايا 7 ناقص 1 يساوي 6 معناها هذه العبارة رايحة تولي ناقص 4X زائد 6.
إذن العبارة المحللة هي 6 ناقص 4 إكس في 8 زائد 4 إكس. السؤال الثاني، عبر بدلالة إكس عن كل من مساحتي الجزئين 1 و 2. نبدأ بالجزء 1. الجزء 1 رانا نلاحظه هو عبارة عن مربع، ومساحة المربع تساوي ضلع في الضلع. طول ضلعه 2 إكس ناقص 2، معناه مساحته هي 2 إكس ناقص 2 مربع. متطابقة شهيرة، نطبقوها ونحلو مباشرة، رايحة تخرج لنا النتيجة 4 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 4. بالنسبة للجزء رقم 2 هو عبارة عن مثلث قائم. مثلث قائم مساحته القاعدة في الارتفاع قسمة 2. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي هادية، في الارتفاع هو هدايا قسمة 2. إذن جي سي هو ماذا؟ أولا اف جي، اف جي هذا هو اف جي، ما هو إلا او بي. كيف كيف اف جي ولا او بي هما كيف كيف، معناها هو 2 اكس ناقص 2 في جي سي. جي سي ماذا يساوي؟ يساوي ا دي ناقص بي جي. ا دي هو 4 اكس زائد 1 ناقص بي جي هو 2 اكس ناقص 2. بعدها نقوم بالحساب. هنا ينبسط واش كاين داخل العارضتين. قبل التبسيط نحيو الاقواس، وهنا قبل الاقواس عندي ناقص، معناها كي نحي الاقواس رايحه نقلب الاشارات. 2 اكس ناقص 2 في 4 اكس زائد 1 ناقص 2 اكس زائد 2، لانه ناقص في ناقص تساوي زائد. نحسبها 4 اكس مع ناقص 2 اكس تساوي 2 اكس، وزائد 1 مع زائد 2 تساوي 3، معناها 2 اكس ناقص 2 في 2 اكس زائد 3 يساوي على 2. إذا مساحة المثلث هي هادية، لو كان نروح ننشرها هي 4 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 6 على 2، ولا نخليو العبارة المحللة لأنه رايحين نستخدموها بعد قليل. الآن إيجاد قيمة إكس التي تحقق الشرط الأول. وشنو هو الشرط الأول اللي رانا نتكلموا عليه؟ الشرط الأول أن تكون مساحة الجزء الأول أصغر من ضعف مساحة الجزء الثاني. مساحة الجزء الأول نرمز لها بأس 1، ومساحة الجزء الثاني بأس 2، معناه أس 1 أصغر من 2 أس 2. حنا حسبنا ولو وجدنا العبارة تاع مساحة الجزء الواحد هي 4 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 4، أصغر من ضعف مساحة الجزء الثاني اللي هي 2 إكس ناقص 2 في 2 إكس زائد 3 على 2. نختازلو، رايحة تقعد لي 2 إكس ناقص 2 في 2 إكس زائد 3، وهنايا نقدرو نحسبو عندنا العبارة المحللة ديالها. إما نستعملو العبارة المحللة ديالها ولا نحسبو مباشرة. عفوا، كيفاش نحسبو مباشرة؟ هادية ننشروها، 2 إكس في 2 إكس يساوي 4 إكس مربع، 2 إكس في 3 يساوي 6 إكس، و ناقص 2 في 2 إكس يساوي ناقص 4 إكس، ناقص 2 في 3 يساوي ناقص 6. بعد الحساب وبعد التبسيطات نلقاو أنه 4 إكس مربع ناقص 8 إكس زائد 4 أصغر من 4 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 3. هنا يا مازال ما وجدناش قيمة إكس، يعني دوكا رايحين نزيد ونكملو نحسبو قيمة إكس. 4 إكس مربع طروح مع 4 إكس مربع رايح يبقى لي ناقص 8 إكس زائد 4 أصغر من 2 إكس ناقص 6. ناخذ المجاهيل بطرف والمعالم بطرف، معناه زائد 2 ناخذوها لهذا الطرف رايحه تولي ناقص 2، ناقص 8 اكس ناقص 2 هي ناقص 10 اكس، و4 ناخذها للطرف الاخر رايحه تولي ناقص 4، معناها ناقص 6 ناقص 4. بعد الحساب نجد ناقص 10 اكس ناقص اصغر من ناقص 10، نضرب طرفي هذه المتباينه في ناقص 1 فاتحصل على اكس اكبر من 1. قيمة x التي تحقق الشرط الأول هي كل قيم x الأكبر من 1. نمر الآن إلى إيجاد قيمة x التي تحقق الشرط الثاني. قال الشرط الثاني هو أن تكون مساحة الجزء 4 تساوي 7 ديكامتر. هاوليك الجزء 4، كيفاش نحسب المساحة ديالو؟ لازم المساحة ديالو تساوي 7 ديكامتر. المساحة ديالو هي المساحة الكلية ناقص مساحة هذا الجزء 1 2 و 3. اذا المساحه الكليه هي 7 في 8 ناقص مساحه هذا الجزء، هذا الجزء هاوليك الطول تاعو 4 اكس زائد 1،
وعفوا هو مربع، هو عبارة عن مربع معناها المساحة دياله هي ضلع في الضلع، معناها ناقص 4 إكس زائد 1 الكل مربع يساوي 7. نبسطوها 8 في 7 يساوي 56. هنايا هذه 7 نجيبوها لهذا الطرف تولي لي ناقص 7 ناقص 4 إكس زائد 1 الكل مربع. لاحظوا انها 56 ناقص 7 رايحه تولي لي 49، معناه راهي ولات لي متطابقه شهيره من الشكل ا مربع ناقص ب مربع. نحسبوها ولا من الجواب رقم 1 اللي كنا درنا التحليل ديالو، نعوض مباشره فنتحصل على 6 ناقص 4 اكس في 8 زائد 4 اكس يساوي الصفر. حل هذه المعادله معناه اما 6 ناقص 4 اكس يساوي صفر ولا 8 زائد 4 اكس يساوي الصفر. بعد ما نحلوا هذه المعادله رايحين نلقاو ناقص 2. ناقص 2 هو قالوا لنا كل قيم اكس موجبه، معناها اكس يساوي ناقص 2 راهي قيمه مرفوضه، وبالتالي 6 ناقص 4 اكس يساوي 0 ناقص 4 اكس يساوي ناقص 6، اذا اكس يساوي 6 على 4، 6 على 4 يساوي 1.5. يتحقق الشرط الثاني لما يكون اكس يساوي 1.5 ديكامتر. سؤال الآخر، متى يتحقق الشرطين معا؟ يتحقق الشرطين معا إذا نروح نديرو التمثيل البياني، أول مثل المتراجحة الأولى بيانيا، المتراجحة الثانية الحلول تاع المتراجحة الثانية كذلك بيانيا، ونشوفو شنو هي القيمة المشتركة بيناتهم، هي 1.5. ونقول أنه يتحقق الشرطين معا. الشرطين معا وشنو هما؟ هو تكون هذه المساحة هي ضعف المساحة، عفوا تكون هذه المساحة أصغر من ضعف المساحة تاع الجزء 2، و يكون الجزء 4 يساوي 7 ديكامتر. أعزائي التلاميذ، وصلنا إلى نهاية حصة اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.